السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا تكمل المحاضرة السابقة، بس احنا اليوم راح ناخذ معادلات، يعني ممكن أجيبكم سؤال بسيط يعني بالمعادلات اللي احنا نحتاجها لمعرفة خواص المنتجات النفطية. مثلا عندنا واحدة منهن، عندنا الهيت كومباستشن، اوكي، يعني حرارة الاحتراق، عندي ثبوت حجم ثابت، وعندي الهيت اوف كومبستشن، راح يصير عندي المنتج النفطي. هاي معادلة، اوكي، كيو في تساوي 12400 ناقصا 2100 دي تربيع. الكيو في هو بالكالوريز بير جرام، والدي هو يمثل لي السبيسيفيك جرافيتي، اوكي، وعندي درجة الحرارة من تكون 60، يعني ب16 درجة 160 فهرنهايت، 16 درجة مئوية. يعني ممكن يجيك سؤال بسيط تعوض عنه وطلع لي النتيجة، اوكي. هاي واحدة من الشغلات السبيسيفيك، هي الجرافيتي، انه اني عندي راح يكون عندي معلوم انه انا لازم عندي السبيسيفيك كثافة، زين، حط استخرجها الكثافة النوعية، كثافة نوعية يعني هذا تعتبر، أوكي. thermal conductivity هذا يمثل لي ال عندي ال thermal conductivity، الحرارة، انتقال الحرارة، خلينا نقول عليها وبترون based on liquids، اعتمادا على السوائل. القانون هذا موجود عندكم، فهذا يمثل لي الكي، هي تمثل لي الكوندكتيفيتي، زين، التوصيليه يعني الحراريه. نقيسه وحداته بي تي يو على اور في التربيع، زين، درجه حراره فهرنهايت، وعندي السبيسيفيك جرافيتي ينطيني ايضا قيمته بال 50 60 فهرنهايت، اوكي. يعني انا قلت لك انطيك معلومات وانت تعوضها هنا. أنا specific heat، السعة الحرارية والحرارة النوعية، زين، تعتبر انه هي اعتبارها شنو، ال petroleum oils can be modeled، عندي هذه المعادلة مالتي موجودة، السي تساوي 1 على جذر دي 0.388 زائدا 0.0045 تي، زين. السي هي شو تمثل لي، انه تتمثل هي specific heat، زين، وحدات طبعا مهمة، الوحدات لا تنسوها، البي تي يو على باوند ماس فهرنهايت، زين، هو التمبريتشر والفير، طبعا التمبريتشر بالفهرنهايت، وهو الدي هم تمثل سبيسيفيك جرافيتي. في حالة اذا انا كانت عندي وحدات مو بريطانية، وحدات اس اي يونتس، المعادلة راح تصير عندي سي راح تساوي لي 1 على جذر دي 0.402 زائدا 0.0081 في التي، اوكي، يعني هي السي راح تساوي لي هالقد. الليتنت هيت، الحرارة الكامنة للتبخير، عندي هنا راح يصير عندي المعادلة مالتي، راح تكون ال L تساوي لي 1 على D في 110.9 ناقصا 0.09 في التي، هذا راح يكون عندي ال L تمثل لي وحداتها بي تي يو بين باوند ماس، اللي هو الليتنت هيت، الحرارة الكامنة، زين، وعندي الدي ايضا هو السبيسيفيك جرافيتي، زين. واذا عندي بالاس اي يونتس راح تصير عندي المعادلة راح تنكتب بهالشكل، زين. يعني إذا كانت المعادلة مالتنا بالوحدات البريطانية، قصدي إذا منطيتها كاني الأرقام راح أتعوض هنا، إذا كانت الأرقام بالوحدات الـ SI units راح تستخدم هذه المعادلة الثانية. الـ SI units تعرفون شنو يعني، يعني الوحدات اللي راح تكون عندي كيلوغرام متر ثانية. هسه راح ناخذ reservoirs. reservoirs يعني الأماكن اللي تنخزن بها، أو الخزانات الطبيعية الموجودة النفطية أو الغازية. من ضمن الريزرفوارات احنا نسميها الترابس. ترابس هم أريدكم أنتم من يومكم، أريدكم واجب هومورك، يعني توجدوا لي أنواع الترابس وتعرفوا لي إياها وأشكالها، أوكي؟
وهسه انزلكم ان شاء الله بالهوم ورك. زين عندي انا بس اشرح لك انه يعني موجوده عندك هنا في السورس روكس سورس، يعني عندي السورس روك هي تكون موجود بها الصخور، هي تكون موجود بها الهيدروكربونز اللي هي تكون مدفونه تحت باطن الارض نتيجة وجود الضغط ودرجة الحرارة والسنين ملايين السنين. فايش دي يصير عندنا؟ يصير عندنا نتيجة انه الأماكن اللي بيها تتجمع هي بيها، فتتجمع بيها على مرور هاي السنين كلها زين، فراح تصير عندي تنحصر في مكان معين فاحنا نقدر نسحبها من هناك. اوكي بس اريد ان عندكم تفاصيل اكثر من تكتبوا لي عنه. ريزرفوارز هي موجوده شنو؟ انه اني هاي ريزرفوارز او المخازن او الخزانات الموجوده تحت باطن الارض اللي هي طبيعيه زين، هي عباره عن كانه انا عندي خزان او موقع اللي هو الماده الهيدروكربونيه تنخزن بيها زين، نتيجه انه اماكن عندنا مساميه زين، فنتيجة المسامات تبدي تتجمع يعني تصير ويا بعض زين، واحنا نعرف النفط والغاز هو أخف من المي، فلهذا شوفه يصعد إلى على كثافته يعني تكون شوية أعلى من المي، أقل من المي عفوا، فلهذا هي تصعد إلى الأعلى زين. فنشوف هسه مثلا هذا الشكل مباوع له نشوف هنا أنا بهذا الشكل إنه أنا عندي هذا المكان اللي هو إنه أنا دا أريد مكان دا أريد أسحب من عنده البئر النفطي يعني موجود عندي، فشوفه هو راح يصير ينزل يعني نزول من عنده عمود إلى باطن الأرض زين، فالطبقة اللي هي مثلا تشوفون في باطن الأرض ما أريد أحكي تفاصيل كل شوية، بس الطبقة اللي هي موجودة مثلا عندنا هذا المي اللون الأزرق الفاتح، وهذا اللون الغامق اللي هو مثل الأويل الأويل نفط زين، والطبقة اللي هي اللي أفتح الرصاصي لونها فاتح هاي تعتبر نسميها الغاز. فتشوفون لأنه عندي المي هو لزوجته كثافته لزوجته تكون على مو لزوجته يعني كثافته حقيقة تكون عالية، فلهذا يصير في الأسفل، بعدين يجي المي عفوا الأويل يكون فوقه طبقة، وبعدين الغاز لأنه أخف من عندهم كلهم في مناطق اللي خلينا نقول عليها الصخور الرسوبية أو غيرها زين، هاي واحدة من أشكالها. عندنا هنا هسه الآن حكيته نفس الحكي هذا مكرر هنا، إنه عندي الطبقات مختلفة موجودة فأحجامها مختلفة، وها شوفون إذا نرجع على الرسم شوفون طبقات إنه حتى هي مو متساوية تكون مختلفة الأبعاد مالتها والعمق مالتها وشي، فهاي تتشكل عندي نتيجة إنه هذا الشيء البوروس المسامات الموجودة بالصخور وغيرها، تبدي شو تسوي الجزيئات اللي أخف كثافة أقل كثافة تبدي تتجمع ويا بعض زين. هنا نشوفون هاي اللي هذا قلت لكم هاي طبقة وهي تكون أخف من المي، فلهذا تتجمع فتنحبس أو تنحصر في مكان معين نسميه الخزانات أو الترافات اللي هي المصايد تراب تي RAP اوكي. وهذا قلت لكم عليه انه راح يصير عندي انه يتجمع فنقدر احنا نسحبه من المناطق اللي خلينا نقول نحدد الموقع مالته، يعني المهندس الجيولوجي والمهندس الميكانيك والمدني والكيمياوي وهذول كلهم يتجمعون ويصدرون اتفاق، يعني يسوون حسابات ويسوون فحوصات للتربان هو مهندس النفط زين، فيقدرون يعني يحددون الموقع وش قد المسافة تبعد، عم يشوفون هل هي التكلفة مالتها زينة يعني مو غالية تكون كلش، لأنه وهل الكمية الموجودة بين المخزونة بيها راح تكون جيدة بحيث يعني تكون مجدية إنه أني أصرف هالمبالغ الطائلة على مدى أقدر أحد من أدها الخزين النفطي الموجود والغازي أيضا يعني.
احنا هنا شو نسوي؟ هي حقيقة احنا شو نسوي؟ اكو عملية من عملية انه اني من ضخيت هنا نشوف هذا الشكل، اني من خليت هاي الحفرت تحت باطن الارض زين، راح اشوف هنا راح يصير من عملية الحفر راح نقدر نستخرج من عندها الكرود اويل. في عملية الناتشرال ليفت، هاي من عبارات مهمة طبعا الواحد يحفظها، ناتشرال ليفت هاي شو تسوي؟ هي عملية انتقال كأنه صعود طبيعي، يعني الليفت هنا راح يصير كأنه مثل المصعد، راح يصعد عندي البرودكشن المنتوج مالتي زين، كأنه أنا راح يصير عندي عملية النقل بشكل عفوي خلينا نقول أو طبيعي زين. في بعض الأحيان إحنا يعني مو بعض الأحيان، معظم الأحيان إحنا عندنا الأماكن مثلاً أني ممكن إنه أنا أسحب المناطق خلينا نقول إلى حد ما قريبة، بس في مكانات الريزرفوارات اللي تكون مثلاً خاصة اللي تكون في الشرق الأوسط زين، البريشر هنا راح يكون مختلف حسب البعد، يعني حسب الارتفاع مالته أو الخزن مالته، يعني وين هو موجود تحت باطن الأرض، شكد كيلومترات موجود تحت باطن الأرض زين. فإحنا نشوف هنا الضغط الطبيعي اللي أنا إذا أستخدمه زين في معظم الخزانات الموجودة الطبيعية يعني زين، فهي تختلف طبعا. فلهذا أني oil must be extracted، فلهذا أني مفروض أني أستخدم عملية الصعود خلينا نقول المو الطبيعي، المو الناتشرال، ناتشرال ليفت زين، نستخدم الارتفيشال ليفت اللي هو الصعود اللي خلينا نقول الصناعي زين. فهذه نستخدم بها مواد مختلفة أولية وثانوية زين في عملية الصعود النفط إلى ال يعني من تحت باطن الأرض إلى موقع الحفر. السكندري خلينا نقول الطريقة الثانوية في عملية الصعود النفط، يعني أنا عايز أسحبه إلى الأعلى، أستخدم شنو؟ أستخدم أضخ مي زين، مثل كأنه راح يصير عندي كميات فائضة زين، أضخ كمية من المي كبيرة زين إلى الخزان، خزان يعني قصدي الطبيعي زين، حتى أزيد شنو الضغط الموجود بي، وأجبر الغاز أو مو غاز يعني المنتج النفطي أو النفط يعني إنه يصعد إلى الأعلى أو نسميه well bore. أوكي أكو طرق أخرى اللي هي خلينا نقول عليها اللي هي قلنا أولية وثانوية، وأكو ثلاثية ورباعية غيرها ممكن أنا أستخدمها لأني أنا شريد أسوي إنه أنا أريد أزيد خصائص من خصائص الانجكشن ستيم، يعني أنا دا أضيف كربون دايوكسيد مثلا سي او 2 او غازات اخرى زين او مواد كيميائيه للخزان الطبيعي على مود ان شيء يصير عندي انه اني اقدر اضخ، اقدر اسحب من عندي، ازيد الضغط داخل الخزان بحيث يدفع الى الاعلى ضغط النفط يعني او البترول انه يصعد الى الاعلى. يعني قلنا اكو طرق ان هي واحده من الطرق ان هي نستخدم المي زين، واكو طرق اخرى نستخدم مواد مثل CO2 أو غازات أخرى أو مواد كيميائية إنه أنا أضيفها للخزان على مود خزان الطبيعة تحت باطن الأرض، على مود يعني أضخها به زين، على مود أقدر أرفع الضغط به وأقدر أصعد المنتج النفط من خلاله. أوكي زين. فأكو مثلاً عندنا هنا يعني عندي يحكي مثلاً يقول لك إنه أنا عندي 40% أقل من 40% من النفط اللي هو نقدر إحنا نستخرج يومياً، نستخدم بـ secondary methods، نستخدم بـ
الطريق الثانوية اللي هي أو اللي هي منو قلنا عليها إضافة المي. زين، وأقدر أضيف غير شغلات، إنه هي مثلا أضيف غير مثلا فيتامين أو extracting oil من الأويل تار ساند، زين، أو شيل اللي حكينا عليها بالمحاضرة اللي فاتت. الموقع الجغرافي خلينا نقول أو اللي موجود هو كلش مهم يعني بعملية اكتشاف النفط وسحبه. زين، وخاصة إنه أنا أريد أنقل يعني تكاليف النقل للمصافي أيضا كلش مهمة. يعني أنا شنو الفائدة إنه أني أسوي وتكاليف النقل وصلت شاحنات أو وصلت أنابيب أو فتشي، يعني هو عموما النقل يصير عن طريق الشاحنات أو عن طريق أنابيب تصير تحت باطن الأرض، زين، أو بارزة تكون، زين، على مود إنه أني أستخرجه النفط. وقلنا إحنا من أحسن النفوط اللي هي مثلا من النفوط الممتازة أكو نفط تكساس الموجود في أمريكا وليبيا، النفط اللي يكون خفيف، زين، يكون لايت كرود أويل، هو النفط الخام يكون الخفيف يعني كلش مرغوب عن الهيفي أويل. زين، لأنه أنا أحتاج شنو أستخدم بي أستخرج من عند الجازولين وغيره، فيصير كلش خفيف. While sweet oil commands a higher price, sweet oil هم ممكن sweet oil يعني هو نفس اللايت اويل خلينا نسميه، زين، فهذا أسعاره تكون أغلى من النفوط الأخرى. مثل ما قلنا النفط الليبي ممتاز جدا، هو يشبه لونه يصير حتى لون العسل، زين، هذا يكون كلش مرغوب. زين، فهذا لأنه أني من يصير عندي كل ما تكون بنسب من مواد أخرى ومثلا نسبة كبريت عالية جدا بي، فلذلك يصير عندي مشاكل بعملية الاستخلاص مالته، وتصير مشاكل في نوعية النفط وجودته. يعني نفط العراق يعتبر من النفوط الزينة، بس ما نقول هو جودة عالية جدا، بس أفضل من النفط الإيراني ككفاءة وكنوعية. نجي هسه على الغاز الطبيعي. زين، هو نفس الشيء، أنا يعني ممكن يتشكل عندي، زين، نفس الشيء احنا قلنا انه نتيجة عملية التكسير الحراري وغيره، زين، وتحويل الكيروجين الى بتروليوم. فهنا أنا عندي الاويل والناتشرال غاز are often found together. فلهذا احنا نشوف انه معظم الاحيان الغاز والنفط هو الخام يكونون يعني معظم الاحيان سوية موجودين في يعني استخراجهم. زين، احنا هسه حاليا مثل ما حكيت سابقا انه انا عندنا هسه بدينا في العراق يعني نهتم موضوع الغاز، لان احنا الغاز عموما كنا نحرقه ما نستفاد من عنده، بينما هواية بلدان نستورد غاز من غير بلدان. هسه المفروض احنا يعني نبدي نستخدم هذا الغاز، زين، ومثل ما احنا نسمي هاي حقول نفطية، هاي ممكن اني الترسبات الموجودين نسميه حقول غازية، اوكي، وهذا كلش مهم في يعني هسه حاليا هواية حتى السيارات أكو هواية هسه بدأت تشتغل على الغاز، تصير شوية يعني أرخص، زين، مو شوية، هواية أرخص من البنزين استخداماته، ولا استخدامات كثيرة أخرى. بصورة عامة عندي المركبات خلينا نقول عليها الأضوية، هي اللي اندفنت تحت باطن الأرض في حوالي 1000 كيلو، يعني من 1000 إلى من كيلومتر إلى 6000 كيلومتر، درجات حرارة 60 مئوي إلى 150، فهاي راح تنتج لي النفط. بس الرسوبيات اللي هي موجودة اللي هي تكون مدفونة تحت باطن يعني بعد أعمق من هذا، زين، وبدرجات حرارة أعلى، هي تكون لي الناتشرال غاز. هاي مهمة، أوكي، هاي شغلة كلش مهمة، زين، أني
فإذا أنا إيش قد ما الموقع إيش قد ما الموقع يكون أعمق، أوكي، إيش قد ما يكون الموقع أعمق كل ما يكون عندي الغاز يكون كفاءته أعلى، يعني بحيث يكون يعني جاف أكثر. The deeper the source, the drier the gas. Okay. يعني يكون الغاز المستخلص يكون نوعيته أكثر وأحسن ويكون جاف. Okay. يعني خالي من هواية مشاكل، خلينا نقول عليها اللي بيها ملوثات أخرى وياها. فمعناها شنو؟ The smaller the proportion of condensate. يعني هنا أنا راح يصير عندي الدقائق المتكثفة زين تكون خفيفة ما الغاز، أوكي، صغيرة في الحجم جزيئاته، أوكي. الناتشرال غاز هو أخف من المي، والنفط مثل ما حكينا هو أخف من المي، فلهذا فش يسوي عموما يحاول إنه يصعد للأعلى مثل ما قلنا من كثافة أقل، فش يصير بي ممكن ينخزن في مصايد أو اللي نقول عليها الخزانات الطبيعية الموجودة اللي هي غير قابلة للتنافذ، زين، في طبقة الستراتيجرافيك تراب، أوكي. فهذا نقدر إحنا نستورده أو نستخرج، يعني نستخرجه أو نستخلصه عن طريق الحفر. وأحسن مكان موقع اللي هو موجود هو ناتشرال غاز، اللي هو موقع أو حقل الغاز الطبيعي اللي هو موجود ما بين البحرين وإيران، قطر عفوا وإيران، زين. وأحسن شيء موجود عندنا غاز فيلد اللي هو موجود، وهذا يعني هاي الموجودات في روسيا، يعني أحسن أكبر مكان موجود به الخزان أو ناتشرال غاز فيلد، حقل الغازات غاز الطبيعي، زين، في موجود ما بين إيران وقطر، وموجود ما بين بقية الأنواع اللي خلينا نقول عليها تيجي وراها في عندنا روسيا، أوكي. الثاني والثالث مواقع هي في روسيا اللي هي يورنجوي غاز فيلد، وعندنا ياموبورك تحكي مثل حجرالي غاز فيلد، اوكي. اثنيناتهم موجودين في روسيا، حتى تسميات روسيه فما يعني بالنسبه لي ما اعرف الفاظها زين، يعني اسفه. نجي سنباوا هنا احنا اخذنا شنو بشكل عام، يعني صورة عامة عن المصيدة أو الخزانات، خلينا نقول عليها اللي هي هو مصيدة هم نسميها أو خزانات طبيعية للنفط والغاز. ظهرت بالآونة الأخيرة حالة الجلوبال وورمينج. جلوبال وورمينج يعني احتباس الحراري. فأني هي حقيقة شنو الفكرة مالتها؟ هي حقيقة أصلها جاية من نتيجة حرق المنتجات النفطية، فيتكون لشنو؟ غاز CO2، غاز ثاني أكسيد الكربون اللي نسميها غاز الصوبة الخضراء يسموها، أو المنطقة الجرين هاوس غاز، أوكي؟ نسميها البيت الأخضر أو الصوبة الخضراء، أو نسميها الغاز ثاني أكسيد الكربون، زين. فهاي نتيجة عملية الحرق، زين، فيكون لي دائما ثاني أكسيد الكربون. نعرف إن أي مركب هيدروكربوني، زين، من يشتعل ويا الأكسجين راح يكون لي CO2، والCO2 هذا شيء صار بي يتجمع، زين، اتجمع خلال 150 سنة مضت نتيجة عمليات الحرق اللي كل شهواية. فقام شيء صار عندي، وصلت عندي من 180 إلى 300 بار بير مليون، زين، تحولت إلى شنو؟ إلى 390.
وكل مجالات تزيد، فهذا ايش سوى؟ عندنا قامت تصعد درجات الحرارة، صارت طابقة عازلة موجودة في الغلاف الجوي، فصارت عندنا مشكلة بإيقاع موجود بالقطب الشمالي، صارت عندنا مشكلة، فبدأ صار عندنا يعني ذوبان، جزء من القطب الثلوجي الموجودة بالقطب الجنوبي والشمالي، زين، فهذا صارت لنا مشكلة كلش مهمة. فهذا صار عندنا ارتفاع في درجات الحرارة بصورة عامة العالمية بمقدار 13%، 13%، فهذا كلش مو زين، نتيجة الارتفاع بدرجة الحرارة صار نتيجة انه تراكم كميات كبيرة من CO2. فلهذا المحاولات اللي صارت الفترة الأخيرة انه يجدون طاقة بديلة مكان النفط الخام، لأنه حقيقة أمريكا بالذات يعني تقريبا 40 إلى 50% من الطاقة العالمية أو من الوقود هي اللي تصرفه، فهي مسبب واحدة من الأسباب اللي سببت لنا مشاكل بالبيئة، تلوث هواء يعني صار عندنا. وتشوفون هسه خلالنا على مود مرض كورونا اللي صار إنه هواي معامل، هواي سيارات وقفت وتوقفت الحياة، فلهذا أكو انتعاش صار بالجو، انتعاش صار بالمياه الأنهر والبحار، زين، لأنه ماكو تلوث قل نتيجة توقف هاي الفعاليات. فإذا إحنا اللي بدنا نسوي هاي المشاكل اللي تصير نتيجة البشر، الملوثات اللي تصير نتيجة التأثيرات اللي الشغل اللي يشتغلوه، أو الملوثات أو التجارب اللي يشتغلوها، أو الحرق الوقود وغيره وغيره، هاي كلها الشغلات تتأثر بحيث تتأثر على المحيط الجوي، زين، وعلى المحيطات وعلى البحار، زين، وعلى الأنهر، زين، على الهواء. الاكستراكشن عملية الاستخلاص، لي انه اني اقدر استخلص النفط، زين، من الاويل بول، من الاويل بول، اوكي، اللي هو الاويل بول is often recovered as water ان اويل ايمالشن، اوكي، هاي اني استخدم بي مي على مود احصل على يعني دا استخلص عن طريق وجود المي، زين، وباستخدام ايضا مواد كيميائية اللي هي ممكن اني اقدر شو تسوي، هي تفصل النفط عن المي. فهي معظم الأحيان الإكستراكشن استخلاص النفط راح يكون يعني يكون غالي، زين، وأيضا يسبب لي مشاكل بيئية. فهنا تشوفون إذا أنا يعني لازم أدير بالي من هاي الناحية، فالإكستراكشن أحاول أقل يعني أختار المواقع اللي أنا دا أحفر بيها أو دا أشتغل بيها، بحيث يعني ما أسبب هاي المشاكل إنه أني أستخلص المي من النفط وغيره وغيره، زين، عم بلصق إلي مشاكل، أولا مكلفة راح تكون، ومشاكل بيئية راح تصير المحيطة. ناخذ موضوع اللي هو الأويل سبيلز، شوف هاي الرسومات، لاحظوا هنا هذا المكان عندي ايش دا يصير، هنا اكو النفط دا يصير عندي دا يتجمع، زين، دا يطلع لي من المي يعني ويا خلينا نقول التربة، زين، يم المي او مناطق خلينا نقول قريبة على التربة وغيرها، فتصير عندي يعني قصدي على المي يعني او غيرها، فش يصير عندي دا تشوفون المشاكل اللي تصير بيئية، لأنه النفط من يصعد على سطح مالت التربة راح يصير عندي مشاكل تلوث عالي جدا. فشي يسوون الجماعة هنا اللي يحاولون ان يسووا، شوفون في الرسم الثاني، الرسم الثاني الناس هنا دا تيجي كمتطوعين، دا يجون ينظفون الأماكن هذه على مود بس شوفوا هذا البحر ما انا دا تشوفوه، ومن انا عندي تسرب دا يصير، فهذا التسرب عندي يصير من التربة، زين، للنفط، هذا ممكن يسوي لي
مشاكل بالتربة ويسوي مشاكل بالمحيط، زين تلوث الأسماك، ممكن الثروة الحيوانية تموت بيها وغيرها، يعني هاي مشاكل تصير عندنا. زين يا أما هم أنا ممكن تصير نتيجة إنه أني تانكرات موجودة أو شاحنات موجودة أو بواخر اللي هي تنقل النفط، زين فتصير مشاكل من حوادث تصير، فهاي ممكن شي يصير بها كلها تلوث التربة أيضا نفس الوقت. زين نشوف في خليج المكسيك مثلا وفرنسا وغير مكانات هذا الشيء موجود، وبألاسكا موجود، يعني هاي المكانات اللي بيها مواقع اللي خلينا نقول عليها طبيعية اللي بيصير بيها تسريب النفط للتربة أو للبحر، فها مشاكل كلش تصير يعني مزعجة، ولازم يعني شو نسوي هذه اللي نقدر، احنا لازم نستخدم انه تنظيفها في طرق مختلفة. زين ومثل ما قلت لكم اكو طرق، اكو ناس اللي خلينا نقول عليها هي تحاول انه شو تسوي، هي تنظف المكان، واكو بيهم اللي هم متطوعين على مود البيئة، يعني على مود مشكلة البيئة. اذا اويل سبيلز مهمة جدا عندنا. اوكي يعني السيطرة على اللي يصير تسريب مالت النفط هو يعني صعب، زين وبعدين مكلف في نفس الوقت، بس واحد همنا يعني ممكن همنا تيجي نتيجة إنه تحتاج إنه وجود الناس اللي هم يعني يريدون سببوا هذا الشيء، اللي ممكن مثلا نتيجة الوجود القنابل وغيرها وغيرها والطائرات وما ادري شنو، هاي كلها هاي سوت مشاكل. ف يعني الطرق الحديثة زين، مو بس هذا، انه اني عملية نقل وضخ النفط ايضا زين، همنا راح يسوي سوالي مشكلة في مناطق كثيرة، فالمفروض واحد يستخدم طرق حديثة ويحاول يقلل من المشاكل اللي بتصير نتيجة تسريب النفط، يا أما من الشاحنات، يا أما من البواخر، يا أما من حقول النفط الموجودة اللي بتسرب النفط من عنده أيضا. نجي موضوع آخر اللي هو البيك أويل. زين البيك أويل عندنا، نشوف هذا الرسم. زين هذا الرسم يمثل لي نتيجة إنه البتروليوم، نتيجة منتجات البتروليوم إذا كانت يعني نفوط، يعني خلينا نقول عليها مكانات النفط السحب الاعتيادي أو الكلي، خلينا نقول عليها يعني مثلا أكو مثلا بالعراق فقط، أو مثلا نحكي بصورة عامة البلد، يعني بصورة عامة بالعالم كله. زين فشوف هاي التعرجات اللي بتصير عندنا، فهاي تمثل لي راح تصير كلش بالنهاية بتصير عندي كلش عالية، وهذه يعني المفروض احنا هذا يعني ما يصير عندي مشاكل على مود نحاول نقلل المشاكل اللي خلينا نقول خلينا نقول البيئية اللي بتصير، وبنفس الوقت عملية استهلاك النفط يصير عندي زين، راح يكون أكثر يعني يكون أقل بهال، يعني ما يصير هيك ارتفاع عالي مثل ما نشوف هنا أنا في هذا الرسم. زين بس يكون عندي شوية شوية يصعد. زين the clean potential production has surpassed all demand، بس هذا من واحد من المشاكل، أو خلينا نقول الفحوصات اللي ما لازم واحد يسويها للعالميين يشوفون شنو اللي بيصير عندي البيك أويل، ليش يصير عندي بهالشكل. اوكي الترابس مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة، أنا أريدكم تعرفوا لي التراب، أنا موجود عندي التراب هنا، أنا تعريفه موجود زين، بس أريد من عندكم تصيرون مجاميع، كل مجموعة بيها اثنين زين، تسووا لي تقارير سريعة، كل مجموعة بها اثنين بس، كل واحد يدز لي تقرير بس يكتب اسم زميله وياه أو زميلته وياه بالتقرير، بس كل واحد يكتب لي تقرير منفصل. زين أعطيكم مجال أسبوعين، 10 أيام، أسبوعين هواية. زين
وتدزولي التقارير، اوكي؟ هاي تجي من ضمن الهوموركس اللي عندكم، لان انتم ما عندكم ذاك الهومورك اللي هوايه، ماشي؟ ما عندكم انتم اسئله وش اسمه، فباكر عقبه هم انا راح ادز لكم مجموعه اسئله تحلوها، يعني جوز رياضيه، جوز شروحات، جوز فروقات تعاريف، اوكي؟ هذا فإذا أني لحد هسه أعطيتكم هذا الموضوع، فأريد من عندكم هسه الهومورك مالتكم راح يكون على الترابس، رسومات شكل أنواع فروقات بيناتهن، زين؟ التقرير ما يقل عن 10 صفحات، ما يقل، أوكي؟ وأنتوا طبعا إذا تقدرون تسوي فشي مرتب أكيد، يعني أنتوا من الإنترنت راح تدوروا لي عليه، بس فشي ويكون مرتب. وجزء من هاي، واحدة من هاي التقارير إذا شفتها كلش زينة مناسبة ويا البحوث اللي أنتوا دا تريدون تقدموا ليها والتقارير دا تقدموا ليها، زين أختار من عندها وأجيب لكمها بالامتحان. وشكرا.